التصدي لكرة فراس الخطيب في الدقيقة 34 وكرة توصل عبد الرحمن مبارك الثاني. الله أكبر الله أكبر الله الثاني. عبد الرحمن مبارك يسجل هدف الثاني للرفاع البحريني. الله 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 هدف ثاني هدف ثاني للرفاع. عبد الرحمن مبارك عبد الرحمن مبارك والله قاسم وشيخ ناصر إلى شجعان إلى مخلصين إلى محبين. وفعلا حنا رجال البلد حنا المخلصين للبلد. وبالتالي عبد الرحمن مبارك يسجل ثاني أهداف الرفاع في الدقيقة 35 في الدقيقة 35 يسجل ثاني أهداف الرفاع. عبد الرحمن مبارك شوف